بعد العشاء بقول دعاء، وانا عارفة يعني. بص، سمعت قصة كده، فواحد غلبان، واحد يعني مقتدر وكده، فالغلبان بيقول له نفسي حج، قال له طيب قول دعاء كريم رسول الله والله اكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرمه؟ فالدعاء دوت بقوله كل يوم بعد العشاء، وربنا يا رب يكرمني بيها في حق جاه النبي يا رب، بجد نفسي ربنا يكرمني بيها. انا اسمي هيام الجندي، مشهوره بام يوسف، عندي 42 سنه، معايا بنتين وولد، ارمله. ببيع كشري، احلى كشري والله. اول ما بصحى بعمل ميه المكرونه، وبعمل بصل عشان بياخد مده طويله يعني، البصل صلصه ابدا اعملها، وبعد كده اللهم صل على النبي اخر حاجه بتبقى الرز عشان بيبقى سخن، فاهمه. وبعمل بقى العدس والحمص بالدقه والشطه، بعمل الشطه بطريقه جميله جدا الحمد لله والشكر لله، يعني حاجتي حلوة ونظيفة يعني. حضرتك شفتيها اول ما نزلت الشارع، كان بيحصل لي مضايقات كتيرة، كانت الناس ما تعرفنيش، اجي اقف في حتة الناس تمشيني بالمية المعدنية. وبعد كده بقى بدأت في الكشري مع المية المعدنية، كنت ساعات برجع مثلا بكمان، لانه كنت بعمل 10، ففي ناس كانت بتاخد مني مثلا ابيع 5 ابيع 6 وارجع بالباقي، فاهمة، او ممكن اوزعه يعني، ما ارجعش بيه يعني، ربنا هو اللي يعلم. بس الحمد لله والشكر لله، الناس بقت يعني الناس عرفتني، الناس دلوقتي بقت تدعمني. الاول كان حاجه تانية خالص بصراحه، وكنت بتضايق وكنت بمشي بصراحه، ربنا اللي يعلم بيا. كنت ساعات بروح وانا معيط، اقسم بالله حقيقي كنت بروح وانا معيط، بشيل الشنطه على ظهري وبلف بيها. الاول ما كنتش معروفه، كانت الناس بتخاف مني جدا، او كانت بتخاف اللي هي تاكل من اكلي او الكلام ده كله. اللهم صل على النبي. دلوقتي مبسوطه جدا اللي الناس عرفتني، والناس تبعت لي فلوس علشان خاطر ان انا اوزع، فاهمه، الكشري. ببقى مبسوطه بدعم الناس ليا ودعويهم ليا، ببقى مبسوطه لما حد، فاهمه، بيبقى عايز يساعدني بطريقه جميله، وانا بروح اوزع بقى الكشري، ببقى حاسه بالناس الغلابه جدا لان انا زيهم. الاول ما كانش ليا قيمه في الحياه يعني، انا كنت حاسه بكده لغايه الحمد لله ربنا رضاني وكرمني، وده فضل ونعمه من عند ربنا، يخلي الناس تعرفني والناس تقف جنبي وتدعمني، دي حاجة كويسة جدا انا بفرح بيها الحمد لله والشكر لله على كل حال يعني. لا، الاول كان صعب جدا بصراحة يعني، قليل اول اللي يشتري مني، وكنت بنزل معايا بنتي الصغيرة علشان خاطر يعني يشتروا مني، لان هي اسلوبها حلو، عندها 10 سنين، اسلوبها جميل جدا. في 10 علب او 12 علبة اللي كنت الاول بمشي بيهم، دلوقتي الحمد لله وصلت ل 30 و40 علبة الحمد لله والشكر لله. ان شاء الله طول ما انتوا جنبي باذن الله هوصل للمية باذن الله. هواياتي انا يعني احلامي بسيطة جدا يعني، فاهمة حضرتك، يعني مش بفكر في اي حاجه، اللي انا افتح محل والكلام ده، انا نفسي بصراحه، بس احلامي بسيطه، كفايه ان الناس بتدعمني، وبعمل شغلي في البيت عندي بنظافه وبامانه، وربنا هو اللي يعلم، وبنزل بلف بيه عندي بالدنيا كلها، وربنا يبارك في الناس بصراحه اللي بتبعت لي وبتخليني ان انا الف واحس بالناس زي ما يعني هم حاسين بيا، انا حاسه بالناس الغلابه، ببقى مبسوطه قوي وهم جايين عليا كده يعني، وعايزين، دي حاجه حلوه حلوة قوي على فكرة، الحمد لله والشكر لله، وانا فرحانة بنفسي وفخورة بنفسي، واولادي الحمد لله واخواتي وكل حبايبي فرحانين بيا، فدي حاجة مفرحاني قوي بصراحة. حد عاوز كشري يا جميل؟ كشري مصري جميل، اللي عايز الكشري طب دوق يا عم، لو مش عجبك ما تدفعش فلوس، كنت بقول كده، وكانت الناس ساعات تشتري وساعات لا. ايوه، انا ظهري وجعني من كتر ما انا بلف في الشنطة بالشارع، انا عندي مشاكل في ظهري وفي رجلي حقيقي، ببقى تعبانة جدا من اللف، وبعدين انا بلف من يعني بمشي كمية مشي ما حدش يقدر يمشيها، فالحمد لله والشكر لله، ربنا يكرمني من واسع بإذن الله، وارتاح من شيل الشنط. أنا بقالي 5 سنين برضو كنت يعني أنا متبهدلة، جوزي ميت بقاله حوالي 7 سنين أو 8 سنين، كنت بشتغل وبتبهدل الحمد لله والشكر لله، وكانت أختي بتساعدني، كنا بنعمل وجبات وبننزل بها في الشارع، أنا تعبت من الشارع صراحة، نفسي ارتاح، ربنا يكرمني بإذن الله بحاجة تفرح قلبي
يا رب زي ما الناس كده فرحت قلبي ورادتني ان انا انزل الف، ان انا يعني اعمل كشري وانزل اوزعه. نفسي يبقى عندي حاجة انا اللي اوزع بقى، مش حد يبعت لي واوزع، لا نفسي اكبر، نفسي ابقى ام يوسف اللي الكل بيتكلم عليها. الحمد لله كل الناس بتدوق اكلي انا واختي، الكل بيشكر فيه من نظافته وحلاوته الحمد لله. فانا نفسي بصراحة يعني ربنا يكرمني باذن الله، ان شاء الله ربنا يكرمني بمحل صغنوني نعمل فيه اكلات شعبية ونعمل فيه كشري برضو، عشان اختي مشهورة بالاكلات الشعبية. ونفسي بصراحة يعني ده حاجة لوحديها، يعني نفسي اطلع عمرة بس تكون في رمضان، يعني علشان خاطر يبقى الصيام، يبقى الصيام وقيام وان انا اشوف يعني رسول، دي حاجة كبيرة قوي بصراحة. يعني نفسي يعني حاجة نفسي قبل ما اموت بصراحة اروح ازور النبي، نفسي حقيقي احساس ربنا اللي يعلم بالاحساس اللي جواه دلوقتي، جسمي كله بيرتعش اقسم بالله، علشان نفسي بجد ازور النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نفسي ربنا يكرمني واطلع عمرة باذن الله يا رب، باذن الله ربنا يكرمني ان شاء الله باذن الله. وكل زي ما ربنا رضاني ان انا اتعرف وابقى ام يوسف، لان ما كانش ليا لازمه في الحياه الحمد لله والشكر لله، ما كنتش اصلا اتخيل ان انا اقف قدام كاميرا او قدام الناس الجميله اللي انا شفتها دي، بس ربنا رضاني. فربنا يرضيني يا رب بحق جاه النبي بعمره اطلعها في رمضان يا رب بحق جاه النبي. نفسي في كده بصراحه، يعني قبل المحل وقبل اي حاجه، مش نفسي يعني اكتر حاجه قبل ما اموت نفسي اطلع عمره، احسن من يعني اللي هو ان انا ربنا يكرمني بمحل والكلام ده كله، لا ده اهم حاجه عندي والله حقيقي. نفسي جسمي كله بيقشعر اقسم بالله هموت، نفسي اطلع عمره. ان انت تشوفي قبر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام حاجه جميله قوي، يا رب وعدني بيها بإذن الله يا رب، ربنا يوعدني بيها يا رب ويوعد كل مشتاق. أنا دايما بعد العيشة بقول دعاء، وأنا عارفة يعني بص سمعت قصة كده، فواحد غلبان واحد يعني مقتدر وكده، فالغلبان بيقول له نفسي حج، وقال له طيب قول دعاء كريم رسول الله والله أكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرمه؟ فالدعاء دوت بقوله كل يوم بعد العشاء، وربنا يا رب يكرمني بيها في حق جاه النبي يا رب، بجد نفسي ربنا يكرمني بيها.